ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحلى مشاهدين في الدنيا، مشاهدين قناة وصفات رهيبة مع رشا. ما تنسوش يا جماعة لو مش مشتركين في القناة نشترك كلنا، علشان كل يوم بننزل وصفة جديدة وصفة مفيدة ليكي. وما تنسيش تفعلي الجرس علشان خاطر يوصلك كل جديد أول ما ينزل، وتكوني أنت أول واحدة شايفة فيديوهاتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم كل حبايبي وكل مشاهدين وكل متابعين وصفات رهيبة مع رشا. ازيكم يا أمراتي؟ يا رب دايما بخير وبصحة وهنا وسعادة. مليون بوسة ليكم جميعا، لكل اخواتي من الدول العربية وخارجها، منورين قناتي يا أمراتي. النهاردة هنعمل مع بعض او هنتكلم مع بعض عن وصفة تحفة جدا كانت اتطلبت مني في الفترة الاخيرة. يا رشا احنا عاوزين واقي للشمس، طبعا بما ان ما كانش فيه شمس فكان يعني مش معقول هطلع اقول لكم في عز الشتاء اللي احنا كنا فيه دوت على واقي شمس، فقلت لهم اصبروا لما نلاقي شمس في الدنيا اللي احنا فيها دي وهطلع اقول لكم على واقي شمس حلو جدا ورخيص. قبل ما اتكلم على موضوع الحلقة بتاع النهاردة حبيبة قلبي، ما تنسيش ان احنا عاملين ملف لكل حاجات الصيدلية الرخيصة، من كريمات ترطيب بخمسة ستة جنيه، حاجات لألم المفاصل ب4 جنيه وب7 جنيه وب8 جنيه وحاجات كده رخيصة جدا، وحاجات للشعر وحاجات للتخسيس وحاجات حلوة جدا، شامبوهات رخيصة وحاجات أمر من الصيدلية. لو انت عاوزة الملف بتاع الصيدلية اكتبي لي في التعليقات، علاوة عن ملف التنظيفات اوعي تنسيه لان احنا محتاجينه اليومين دول. معذرة صوتي راح من قبل ما ابدأ. في كل ما يخص تنظيفات العيد، لو انت عايزة ملف تنظيفات العيد او الصيدلية قولي لي ابعتهولك في التعليقات، الملفات التانية بقى مع نفسكم على قوائم التشغيل هتلاقوها. طيب النهاردة بقى هنتكلم في موضوع الحلقة، وهو عاوزة نوع واقي شمس يكون رخيص. في كتير جدا في الصيدليات، في كتير جدا بيتباع بس للأسف بيكون غالي جدا فمش بنقدر ان احنا نجيبه. طب انا عاوزة بقى نوع يكون سعره كده رخيص وفي نفس الوقت يكون مفيد. اللي انا هقولك عليه النهاردة ده مش مجرد واقي شمس بس، لا ده حلو جدا ان هو ممكن يرطبي بيه بشرتك، حلو جدا لو انت حطيتيه قبل المكياج مثلا، وخصوصا لو انت بشرتك جافة هيديك زي اشراقة كده ولمعة رهيبة. حلو قوي برضو لو انت عاوزة تمنعي ريحة العرق، بدل برضو ما تروحي تشتري حاجات مزيل عرق، وكلنا عارفين ان في مزيلات عرق بتبقى يعني هدفها ان هي تمنع ريحه العرق وتمنع العرق تماما، دي ممكن لا قدر الله بعد الشر عليكم جميعا تؤدي بعد كده لسرطان ثدي وبلاوي كده سودة. يعني اي مزيل عرق بتستخدميه بيلعب ان هو يمنع لك العرق تماما، اعرفي ان ده كده غلط جدا، فلازم يكون لا مزيل عرق بس مش بيمنع العرق، فده نفس الكلام بيمنع ريحه العرق بس العرق بيفضل زي ما هو مفيش مشكله، بقى ان هو يعني مش بيقفل لك اللي هو المسام بتاع تحت القبط او كده. تمام. وفي نفس الوقت بيديكي تفتيح، لان هي المواد اللي بيتكون منها مواد لطيفه جدا. بيتكون من ايه؟ اول ما اقول لك على المواد انت اوريدي هتلاقيكي عرفتيه. بيتكون يا نور عيني من زيت الزيتون، فطبعا تحفه جدا للبشره، مضادات اكسده وحاجه كده قمر. بيستخدم في برضو خروع، زيت الخروع من الحاجات اللطيفه جدا للبشره. بيتكون من اكسيد الزنك، طبعا ما دام انا قلت اكسيد الزنك فهتلاقي اوتوماتيك انتوا عرفتوا اسم الكريم دوت ايه. الكريم ده يا نور عيني هو كريم زنك اوليف، كلنا طبعا اكيد اي حد عنده بيبي او عنده طفل في البيت هتلاقي عنده الكريم دوت. الكريم ده معروف ان هو في الدرجة الاولى بيستخدم لتسلخات الاطفال، اي حد ومش بيعالج التسلخات، لا ده هو انت بتستخدميه قبل ما البيبي يتسلخ، يعني كوقاية كده عشان ما يتسلخش. من الكريمات اللطيفة جدا عايز اقولك ان هو اساسي في البيت عندنا، بص انا جايبة منه كمية قد ايه اصلا، بس هحط لك صورته وهو بعلبة لان انا عندي العلب كلها حاجة راحت في ناحية. بص عندي كمية ناقص نحط على الملوخية. من الكريمات اللطيفة جدا جدا، تمام، من الكريمات التحفه زي ما بقول لك كده، هتمنعي بيه ريحه العرق، هتفتحي بيه بشرتك، حلو قبل المكياج، حلو جدا تستخدميه صن بلوك عشان ماده اللي هي الاكسيد الزنك دي هتعكس اشعه الشمس وانت خارجه، فبالتالي هيبقى لطيف جدا على بشرتك وانت نازله. حلو جدا لو انت رحتي مصيف مثلا فتيجي تقولي اساسي، يعني لازم لو انت طالعه مصيف يكون معاكي الكريم دوت عشان حروق الشمس، عشان يديكي ترطيب ما ترجعيش كميه السمار الرهيبه اللي احنا بنشوفها لما بنرجع من مصيف دي، فعليكي وعلى الكريم ده. زي ما قلت لك ده بيستخدم اصلا في الاساس كوقايه للاطفال بتوعنا عشان ما يجيلهمش تسلخات، لما تيجي مثلا تغيري له الحفاض فبتحطي له الكريم دوت علشان خاطر هو مش بيعالج التسلخات لكن وقايه ان هو ما يجيلوش تسلخات.
بيستخدم زي ما قلت لك ان هو برضو بيفتح وترطيب. برضو انت مثلا في الشتاء معروف انك انت في الشتاء ايدك مثلا بتبقى ناشفه، شفايفك ناشفه، لا انت ممكن تاخدي حته صغنونه جدا كده على شفايفك، عايزه اقول لك هتبقى تحفه، بدل ما تروحي تجيبي حاجه تانية للشفايف، لا حته صغنونه كده على الشفايف هيبقى تحفه. ليه استخدام رهيب جدا محدش كتير يعرفه، حد من الدكاترة قال لي عليه لطيف قوي، اسمرار حوالين الفم. كتير بنات بتجيلي في التعليقات تقول لي يا رشا احنا عايزين حاجة لاسمرار حوالين الفم، او انا عندي الحتة بتاعت حوالين الفم دي في تأكل رهيب جدا، بقعد اهرش فيها وبتاكلني اللي هو المنطقة اللي هي بتاعت حوالين الفم. لو انت عندك المشكلة دي رقم واحد في علاجها انك انت يا نور عيني ما تقعديش تطلعي لسانك كده على شفايفك، الناس اللي بتحب تطلع لسانها زي عارفين الحركه دي ما تطلعيش لسانك خالص حوالين شفايفك، وفي نفس الوقت ادهني بقى الكريم اللي انا بقول لك عليه دوت حوالين الشفايف او على الشفايف كلها، هيشيل اسمرار حوالين الشفايف وهيرطب لك شفايفك. نفس الكلام كعب الرجل، بدل ما اروح اجيب كريم تاني لتشققات كعب الرجل ومش عارفه ايه، وعندي زي كعب رجل كده تشققات قويه جدا وحاجات كده، لو انت استخدمتي زيت الزيتون اللي هو الكريم دوت بالتركيبه بتاعته القمر، اذا كانت زنك اذا كانت زيت زيتون اذا كان خروع، هيبقى تحفه جدا لتشققات الرجل. عايز اقول لك فعلا يعني انت شايفه هو عندي كميه قد ايه، وعندي اصلا لو فتح لك الدرج اطلع لك الكميه التانيه انت هتتخضي، يعني انا مش عايزه اخضك. من الكريمات الاساسيه جدا بقول لك هتستخدميه في كل حاجه، لو تصحي الصبح كده عرق شفايف رجلك صن بلوك قبل المكياج لمعه لطيفه جدا، بس انت لو بشرتك دهنيه طبعا مش هينفع تستخدميه قبل المكياج، لكن لو بشرتك جافه او عاديه استخدميه قبل المكياج هيبقى نتيجه معاكي رهيبه. حلو جدا في منطقه الاندر ارم اللي هو هيمنع ريحه العرق، وفي نفس الوقت برضو تفتيح، يعني انت لو جيتي جربتيه حتى لما تيجي تستخدميه تحت الابط هيمنع معاك العرق، وبرضو هتلاقيه مع الوقت اداكي تفتيح، لان يعني التركيبه بتاعته كلها حاجات جميله جدا للبشره. نفس الكلام المنطقه تحت هتستخدميه هتلاقي برضو بين الفخذين اتفتح معاكي، وفي نفس الوقت يمنع اي ريحه عرق. من الكريمات اللطيفه جدا، حاولي انك انت فعلا حرفيا تجيبيه، وخصوصا ان احنا داخلين على صيف وهتحتاجي صن بلوك اساسي وهتحتاجي كل وعرق وكل الحاجات اللي انا قلت لك عليها دي. سعره كام يا رشا؟ سعره 24 جنيه فقط، وحجمه 75 جرام، يعني حجمه كبير. واصلا ايه، يعني عايز اقول لك ان انت لما تستخدمي مش يعني العلبه دي مثلا ممكن تقضيكي 4 5 7 8 شهور كده، بتاخدي حته صغنونه جدا وبتتعاملي تحطيها مثلا تحت الابط بين الفخذين على بشرتك، مش يعني العلبه حرفيا بتقعد معاكي كميه كبيره. موجود في كل الدول العربيه، زنك اوليف ده هتلاقيه في كل الدول العربية، موجود في اي مكان، ومن الحاجات اللطيفة اتمنى ان انتوا تجربوها يا أم